الحكم الشرعي ده ما أخذوا به جماعة من ناحية سياسية ولا حزبية، كل الأئمة على الكلام. الإمام مالك رحمه الله نقل قول الإمام مالك ومذهب الإمام مالك، نقل المذهب بتاعه كله. ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد في الجزء الخامس وفي كتابه الاستذكار قال ما بجوز الخروج على ولاة الأمور أبدا. قال اثنين، الإمام أبو حنيفة مذهب المذهب الحنفي نقل مذهبه الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وإن ظلموا. ليه وإن جاروا وإن ظلموا؟ لأنه ده الآن أنت في مظلمة، لما تمرق بتجيب مظلمة أشد وأقوى. الإمام أحمد مذهب المذهب الحنبلي نقل ذلك ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية قال لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. الإمام الشافعي من أئمة الشافعية الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، ونقل ذلك في شرحه لصحيح مسلم في باب الإمارة في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم من حجاج. ديل الأئمة الأربعة ودي مذاهب وده دين الله سبحانه وتعالى. والمحكة يا جماعة مش إنه الزول يطيع الله في الرخاء، الرخاء ده ما هي زول بيطيع الله إلا من شاء الله، لكن المحك في الضيق تطبق الشريعة. والليلة للأسف الشديد أكثر الناس لا يستطيع بقلبه أن يتقبل النصوص، مجرد ما يحس إنه في كلامك دار تجيب حكم معين شرعي بعده بكشر وبيتضايق وبيبقى مهيأ للشر. عشان كده أهل النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، قفلوا عقولهم في الدنيا. والليلة جربنا بأنفسنا وسمعنا غيرنا ممن يتكلم، ناس تديهم النصوص تقول لهم الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم، يكون هم بيعملوا في شيء تقول لهم الرسول قال كذا، يقول لك يا أخي أنت ما بتخجل تقول كلام زي ده في الوضع ده؟ تقول كلام زي ده؟ تقول له الرسول قال، يقول لك أنت ما بتخجل؟ وهو لا يستحي أن يصادم النصوص، لكن للأسف الشديد يصادمها على يعني بروغان، يعني ما بزول بيقول لك الرسول قال كذي لكن كلامه غلط، لأنه لو قال كذي أي زول بيكفره، لكن بحاول يرمي اللائمة على الذي ينقل النصوص. الليلة الناس بيمرقوا الشوارع جايطين مالكن، والله ما راضين بالحكومة، أيوة دايرين تعملوا شنو؟ دايرين نقلبها، أها بعد تقلبوها، البديل منو؟ والله مولانا الناس زي الشر، كويس البديل منو؟ والله يا مولانا ما في حاجة اسمها فترة انتقالية وفي شنو وفي كذا وفي كذا، وفي النهاية نحن زهجنا. انت ما زهجت لكن انت مسلم، إلا تقلع ربقة الإسلام بعد يتخذ وسيلة تانية. الإسلام بيعرف حاجة اسمها واحد النصح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة في صحيح مسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال قلنا لمن؟ ده تميم بن أوس الداري الصحابي في صحيح مسلم حديث. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين حكام المسلمين، النصح للحاكم. طيب ننصح وين يا مولانا؟ تناصحه تمش له في نفسه تواجهه، بعد ده لو كتلك التراجل جد، لو عذبك التراجل، لكن تواجهه هو مباشر وتاخذ بيده وفي الخلا لا في الملا. الدليل عليه انه في الخلا شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب السنه لابن ابي عاصم
من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. لكن يا مولانا ما الناس بيسمعوا وما بطبقوا، ما الرسول وراك صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة. قال الإمام النووي: الأثر الاستئثار بحقوق الغير، يعني الحاكم قد يشيل حقك وما يديك له ويدي له غيرك من ناسه. سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هب تأمرنا بشنو؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ده حديث في صحيح مسلم. لا جاء الليلة، لا جاء قبل 30 سنة مع حكومة معينة، ولا جاء بعد 20 سنة، ولا بعد 10 سنة. ده في صحيح مسلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. عشان كذا يا جماعة في الصحيح أن أقواما جاءوا إلى أنس رضي الله عنه، أتوا إليه قالوا: يا أنس، أما ترى ما يفعل الحجاج؟ حجاج بن يوسف، ده معروف. قال: أيها الناس، اصبروا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. كان أمرك بالمعصية قال لك: مش سوي حفلة، أشرب خمرة، أقتل، أفعل، ما بجوز لك تطيع. ليه؟ الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وما دعا إلى ظلم أبدا، ولم يقر ظلما أبدا. طيب ليه قال كذي؟ لأنه يا جماعة الشريعة بتنظر للمصالح والمفاسد، وبتقدم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا، وبتدفع المفسدة العظمى. إذا ما في طريقة إلا واحد من مفسدتين، الوقوع في واحد من مفسدتين، تدفع المفسدة العظمى بالوقوع في المفسدة الدنيا الأقل. زي الميتة حرام تأكلها، كونك تأكلها دي مفسدة، لكن في الصحراء وما في غيرها وخشيت على نفسك الهلاك، بعد ذلك الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بعد ذلك بتقع في المفسدة الأقل دفعا للمفسدة شنو؟ العظمى. لأنه الليلة شال جزء من قروشك، دي شال جزء من قروشك وضغطك وضايقك، إن مرقت عليه ما برجع لك قروشك، واحد. اثنين، ما بيسكت. ثلاثة، بحاربك. أربعة، يحل الفساد ويضيع الأمن وينتشر الدهماء وتنتشر الفوضى ويضيع كل شيء.
وأي زول الكلام ده مو مصدقه، الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، والله قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. الناس دي ما بيعتبروا بغيرهم، بالدول غيرهم الخرجوا على حكامهم وحكامهم الذين خرجوا عليهم كانوا من أسوأ الناس، خرجوا عليهم هل نالوا خيرا أم زاد البلاء؟ ده ما سؤال. الشريعة دي بتعاين لدفع المفاسد وجلب المصالح، وده الموضوع يا جماعة، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين يا أخي الصحابة، أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وحصل الاختلاف في موت النبي صلى الله عليه وسلم، ناس قالوا مات، منهم في صحيح البخاري أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، عقيدت إنه الرسول مات صلى الله عليه وسلم. في صحابة بيجاء قالوا لا ما مات، وإنما واعده ربه كما واعد موسى عليه السلام ثم يرجع. وديل منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسل سيفه، من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا، إلى آخر ما ذكر. قصة معروفة القصة دي يا جماعة. الناس اتفقوا ولا مختلفين في البداية؟ مختلفين. والسيف اترفع، الرجع السيف ده سياسة ولا قلع حاكم وجابوه، ولا رجع السيف آية؟ آية بس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان برا المدينة عنده زوجة تانية، مشى ليها الصباح خلى الرسول مريض، وجاء الضحى لقى النبي عليه الصلاة والسلام مات فارق الدنيا. قال لهم قال يا هذا ضع السيف. عمر رضي الله عنه ما وضع السيف، غضبان أو هو على حاله. طوالي أقبل على الناس قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قد مات دي الوقت داك بترضي عمر ولا بتزعله؟ بتزعله. الكلام الحق ده بنقوله ولو صنفونا، وبكرة لو دخلونا جوا السجن نقوله، ونحن مو مع الحكومة ولا مع المؤتمر الوطني ولا في أي جماعة ولا أي حزب، ده دين الله سبحانه وتعالى، نقوله للناس في الفتن في غير البردون، لأن الداعي الصادق ما اللي بيشوف ما يطلبه المستمعون، دايرين هيجا نهيجو نرح ووك وكذي، ده زول شجاع راجل ويمشي، شوف البرد الله سبحانه وتعالى. فطوالي قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، لسه السيف ما نزل. قال لهم قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، جاب آية قبل ما كلام، أفإن مات سمع عمر أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، في صحيح البخاري وفي صفة الصفوة لابن الجوزي قال فسقط السيف من يد عمر. السيف ده نزل شنو؟ نص واحد. التاسع يجيب لك حديث عبادة، حديث حذيفة، حديث عوف بن مالك الأشجعي، حديث كذا حديث كذا في صحيح مسلم، كتاب يديك الصفحة أو الكتاب المرجع، وأقوال الأئمة الأربعة وتاريخ، وده كله تقول لا أنتوا وآية واحدة الخلاف ده كله اتحسم. طوالي خدت السيف وعيف إنه الرسول مات صلى الله عليه وسلم، وقال كأنها أنزلت اليوم، كأنها نزلت الليلة. وده الصادق عمر جبان ولا شجاع؟ شجاع. أن نزل سيفه شنو؟ نص. كأنها أنزلت الآن، لأن الأحاديث والآيات بتعالج المشاكل، كأنها نزلت الليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. أنت مفروض تقول كأنها أنزلت الآن. طوالي خدت السيف انتهى الموضوع. ده الصادق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
أما المسألة الثالثة من هو الحاكم؟ الحاكم ده باختصار شديد اللي بتخرج عليه اللي بتطيعه الحاكم المسلم الذي استتب له الأمر، بايعوه استتب له الأمر، دي واحد. بتخرج عليه 5 شروط، 4 في حديث واحد والخامس في آية. اتوفرت 5 شروط، تعال نحن بعد الجمعة لو ما خرجنا معاك مش تشتمنا، بعد ده سوي فينا الدار تسوي، والله تلقانا قدام. ونحن لما نخرج ما بنحرق ليستك، ما في حكومة بيقلبوها بليستك، ترابيزة دي ما بتقلبها ليستك، بتاع شنو تمشي كذي للنهاية لما تموت قدام، ولا تجيب حاجة لكن تمشي وتمرق وكذا، وبسطونتين تجي راجع، ولا ليستك تحرقه وده خلاص قلبت البلد. كلام 5 شروط دي متى ما توفرت، تعال بعد ده تاني لو زول كذا ما عليش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، دي فيها 4 شروط، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا، تتأكد يعني يا شفت بعينك يا سمعت من جهة موثوقة، ما كلام بتاع إشاعات سهل، إلا أن تروا كفرا، مش معصية ولا فسق، لأنه لو معصية ولا فسق ما أشد من الحجاج بن يوسف، ده قتل صحابي عديل، قتل عبد الله بن الزبير وقطع راسه وعلقه في أبواب مكة، صحابي جليل أول زول ولد في المدينة من الصحابة، وقتل سعيد بن جبير من أكبر أئمة التابعين أبو صحابي جبير بن مطعم، وهدم الكعبة رمى بالمنجنيق الحجاج بن يوسف وكسره، وتاني بناه ناقصة زي وضعه الآن، مع أنه عبد الله بن الزبير بنى البنيان الصحيح الذي في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري. المهم قال: إلا أن تروا كفرا، ده نمرة 2. 3 بواحا، كفر ما خفي مدسوس، يمكن كفر يمكن ما كفر، بواحا واضح، كفر واضح، كأن يمنع الصلاة، حاكم قال صلاة ما في الشريعة، ده بعد ده كافر عينا كذي، حاكم كافر. كفرا بواحا، 4 عندكم فيه من الله برهان، فيه دليل كفر دليل وكذا، اتوفرت 4 شروط دي، بقى الحاكم كافر، ما خلاص بقى كافر ودي المسلمين. بعد ده بيجي الشرط الخامس الذي في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. بعد ده تعد العدة وتخرج على الحاكم، تجيب حاكم جديد، وبعد ذاك الأمور بتمشي. في ضيق ما في شك، في ضيق في المعيشة، لكننا لما نخرج ويضيع الأمن، هل بليم كذي في المال؟ هل الغلب زول؟ ولا بتجي فوضى أشد؟ الجواب بتجي فوضى أشد. ولذلك أنا أختم وأكرر مرة أخرى وأقول: الواجب على المسلم أن يطبق دين الله في الرخاء وفي الشدة، شرع الله ذا جماعة تطبقوا، وكلمتنا دي نحن بنقولها ما لي حاكم بعيني فلان الليل، لو بكرة قلبوها وجاء حاكم تاني مسلم بيقول نفس الحكم الشرعي، ما بجوز الخروج عليه، وبعد بكرة لو جاء واحد تاني بنقول نفس الحكم، ولو جاء زول ضد ناسنا نحن جاء مسكة وبقى يعذبنا نحن بنقول نفس الحكم الشرعي، ما شغل سياسة زي بعض السياسيين. واحد في مصر قال للناس ده الربيع العربي والناس اللي بيموتوا فيه وإلى آخره والجهاد ودي شهادة وكذا، وأي زول يموت في مظاهرات ولا في كذا ده ما شهيد في الشريعة، ولو دار تعرفه ما شهيد أقرأ صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على إمامه قيد شبر. والأحاديث ده يا جماعة في الحاكم الظالم، لأنه لو حاكم عادل بيمرق على شنو؟ هو لو عادل بيمرق ليه؟ قال لك: من خرج على إمامه قيد شبر فمات
فميتة جاهلية فميتة جاهلية. ده في صحيح مسلم. ما جل ليلة ولا أمس ولا تابع لحكومة بعينها ولا لفلان ولا علام من الناس. فهذا الحكم متقرر. ده قال للناس أمره ده جهاد. بكرة قلبوا البلد في مصر جوناسه يوم مسكوا الدولة وبيقوا على يعني بيقوا حكام وكذا وقعدوا في الكرسي. أوالي دخل المكتب بتاعته وجمارك قال لهم في صحيح مسلم وهو حافظ الحديث قبليه قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ما بجوز الخروج على الحاكم. قبيل قال لهم دي شهادة. لما الناس مسكوها قال لهم دي شنو ما بجوز الخروج. بكرة ناس قلبون تاع الجيش قلب عليهم في النهاية قلب البلد مسكه ناس نزلون هس شغال في شغلته القديمة تاني رجع للفتوى الأولى. وهؤلاء والجهاد والحور تناديك وكذا 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 هو قاعد وملقين ناس من ديل الذين يدعون إلى المظاهرات هم بيخرجوا فيها قليل. واحد قال للناس قال لهم مظاهرات وقال لهم التفجيرات حلال وكذا وكذا وحرف الأحاديث ودعا إلى الخروج ومرق من السودان مرق في بريطانيا قاعد يتفرج من هناك دعا الله في الغنوات دائرة البلد تنقلب ويجيه خاش مرق. وكل رؤوس الأحزاب الذين وجدناهم في الغالب لا يخرجونهم وإنما يخرجون الناس كوقود ويخروا يا أتباع بعد تنقلب يجوا براحة نظيفين ولا مجروحين ولا مضروبين يجوا يقعدهم في الكرسي.